انما ريحه الدوار بتتقلب وبيمسك في الباركيه الريحه وفلتر التكييف وفي القماش انت يا بنت كلي بره. يا كبير الفسيخ ده مش عشان ناكلوه، ده عشان اترسم به كنظام مودلز. مودلز؟ وانت تعرفي مودلز ولا شفتي مودلز في حياتك؟ ومين اللي بيرسمك؟ انا يا ابوي. والنبي يا ابوي نولي علبه الالوان اللي هناك دي. بتقوم تجيبها لنفسك يا في اطفال في سنك يا بيشيلوا طوب وزلط وبيشتغلوا وانت قاعد لي في التكييف يقول لي بيجيب الزلابي. ما تقوم يا تجيبها يا انت بتتريق؟ طب انا هرسم رسمه ولا اجدعها بندخ. طب يلا بندخ بر يلا يلا جاب اي فسقي يلا. قال مودلز قال عايزه تتمدلسي؟ اقول لك كيف. المودلز دول يا بت يبقوا ماسكين سلتين ورود، سلتين خبز مقرمش، على كتفهم يمامتين، ماسكين عنقودين عنب، مش فسيخ. حرام عليك، حرام عليك يا كبير، انت بتنكد علينا ليه؟ يعني فوق تفرجع لي البلالين، تنزل هنا تنكد على الواد، فين روح شم النسيب؟ هو ايه شم النسيب؟ انا ما خبرش ايه ده؟ هو انا خبر عيد العمال، عيد الام، يعني الام مثلا تعبت ورضعت وخلفت، من حقها نعمله لها عيد. والعمال شقيانين، شايلين كل حاجه، مستحملين الام لما خدت اجازه. عملنا لهم عيد، عيد الفلاح، الفلاحين نفسهم من العمال ومن الأمهات عشان عندهم أعياد وهم ما عندهمش فولعوا في المحصول، فعملنا لهم عيد. إنما إيه شم النسيم ده؟ إيه ده؟ واحد معدي عمل خلاص بقى عيد؟ نعمل له عيد؟ ويا عالم عملها من فوق ولا من تحت؟ طبعًا اللي بتقوله ده خطأ شائع. أحب أقول لك لماذا سمي بشم النسيم؟ قولي يا سيري، قولي يا ويكيبيديا، قولي يا اينشتاين. سمي شم النسيم نسبة إلى واحد اسمه نسيم. كان شمال ما كانت فتي قاعد مع ما كانت فتي تحط لها سؤال وشوية قطن وتزيتها شلت خدديات فتي تفرز كل منتجات الفتي حتى المجات. بقول لك إيه يا ولية، أنا رايح مشوار وراجع تاني، كل العكعك عادي تطلع برا وتطلق البخور لحد المغرب. أنا عاوز الناس في الدوار تخبط في بعضيها من كتر شبورة البخور. واحد يلون لي بيضة والتانية تعمل لي فيها مودلز. الله العظيم البيت بقي ميغة ميغة وكل ما اهدي. واه الأرنب ده مش غريب علي. بس 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 بغير بغير أنا العترة. ايه ده؟ وين الربراب اللي انت عامله ده؟ عامله من الأركب، اجتهاد شخصي. قول لي برافو جيتك خيبة. برافو.